اليوم مثل كل الأيام، والمكان خرابة. كنت وحدي، علي كان مثل العادة يخرج كل يوم يدور على سالم. السكون يخيم على المكان، سكون اتعودت عليه في السجن، وهنا بعد ما هربنا من السجن، من غير ما أحس امتدت يدي. فجأة فجأة حسيت أن السكون حسيت أن السكون انقلب إلى انقلب إلى وحشة. وحشة. ما ما كان كان صوت الأقدام صوت اللي سمعته، الأقدام اللي سمعته صوت مشي حارس من صوت حراس الوادي مشي حارس يدور عن سجين حراس هارب، الوادي. ولا حتى كانت مشية إنسان تائه. أنا عارفة أنك هنا، وعارفة أنك تشوفني من ورا ذا الجدار. من انتي؟ على اول مرة اشوفك. ويمكن آخر مرة. لا تقترب مني، فيك ريحة ما تعودت أشمها إلا في الناس اللي ما يصدقوني. ريحتك تقتلني. تبغيني اخرج؟ انا بخرج من البيت، بس بنتظر خارج، انتظر صديقي ابو سالم، هو راح يدور ولده. ولده ولا ولدك؟ ولدي ناصر، سالم ولده هو. ظلام السجن بعده معتم عليك، أبين لك الحقيقة. أي حقيقة؟ الحقيقة إن أبو سالم هربني من الحبس حتى أنتقم من اللي ظلموني. حتى ياخذ ولدك ناصر. مو هذا الكلام اللي تقوليه، هو عنده ولده. ولده مات، مات وهو ولد يوم وعلى إيده، وهو عارف هذا. وليش ولدي أنا بالذات؟ كأني حاس إنش قصدش الفتنة، الفتنة بيني وبينه. أبو سالم هو الإنسان اللي كنت أتمنى ألقاه وأنا في الحبس، كنت أتمنى يكون لي صديق بذكائه وسرعة تصرفه. ولدك ناصر جابته الأيام صدفة. أما هو ليش يبغى ولد؟ فأقول لك، الشرط اللي اشترطه على نفسه، الكنز اللي ما ممكن يحصله إلا لما يحصل ولده. كلام ما سمعته إلا في الخراريف. هو باغي يحمل ولدك الميراث، ميراث الثروة. حاس إنه بيموت قريب، وأصحاب الثروة الأصليين ما بيتركونه يعيش، يطاردونه من مكان لآخر، لأن في كل بلاد لهم عون، وفي كل زمان لهم فرعون. ميراث من دم، يتمنى هو أنه يكون له ولد علشان يذكره بالخير لما يموت. خرافة خرافة خرافة، كيف بيملك ولدي وهو عارف أني عايش؟ بيقتلك، بيقتلني بيقتلني. ابتعد عني، ريحتك تقتلني. ابتعد عني. خرافة خرافة خرافة. وخرجت، اختفت، كان الفراغ حواها أو كان ثابت في المكان. ورجعت قرنتي مأسور بالحيرة، مملوك بالدهشة، مرتعد من الخوف. وهذا أنا أكتب، وهذا أنا أنا أقول. أقول أحس بكل الظلم، أحس بكل الخوف، كأني أسمع صوت أقدام، كأنها مشيت أبو سالم، لكني ما تعودتها فيه. تسرع وتبطي وتتوقف فجأة، وهذه يدي تمتد مرة ثانية للعصا. غريبة، باقي الصفحات خالية من الكتابة. هذا معناه إنه ما كتب بعد كده.
يعني قتل أبو سالم، قتله حتى حصل على ناصر. وناصر طلع حالم، ما قدر يكون يدير بالثروة. بالضبط، ناصر كان فقير ومات هو فقير. حتى نحن كنا ما قادرين بالثروة في نظرة، لأن حيرانين. سالفة غريبة، أغرب من الخيال. الخيال الخيال أحمد، هذا الحين ما وقت الخيال. نحن قدامنا علي الميت، لازم نتصرف في القتة قبل لا أحد يتهمنا بقتله. هذه ورطة، ورطة ولازم نخلص منها. يا أخي إحنا ما حد شافنا وإحنا ندخل البيت. وطارش، طارش اللي اسمع بيت هنا نسيته. يعني ايش؟ بنبقى نيه لحد ما يقبضوا علينا. لكن احنا ابرياء، احنا ابرياء، واكيد بصمات القاتل على قبضة الخنجر، وبالتاكيد هي مش بصماتنا. تراهن انها في النهايه بتطلع بصماتنا؟ انت وين رايح بعد؟ على ايش تدور هناك؟ قطعه قماش، اي قطعه مسحبها البصمات. اعتقد هذا مناسب. ورقة، ورقة هذه تشبه الحروز اللي قريناها. اسمعني، اخذ الخلقة وتعال تحت البصمات. تعال ما بتقرأ ايش مكتوب في الورقة؟ بعدين المهم نخرج بسرعة. يلا في وقت. باب مقفول من الخارج. يعني ايش؟ يعني ببساطة انحبسنا. حلو حلو. يعني ايش بس؟ يعني ايش؟ هدي نفسك. سالم ما له دخل في حبسنا. هدي نفسك، ما يسمعك حد يعرف المكان يعرف. الله يديك. بس انا اسف، كنت بتقتلني. قلت لك اسف. ايش دخل؟ خلاص انا نسيت. احنا لازم نخرج من هنا يا جماعه. ايش هذا؟ صوت كأن أحد هنا. غير ما صوت كبير. سنورة، احنا لازم نخرج من هنا يا جماعة، لازم نهرب. تقدر تقول لي كيف؟ يمكن حد يشوفنا واحنا نطلع من الجدار. اللي جابنا هو اللي طلعنا. قصدك طارش؟ يا ترى هين هو تو؟ أبوي كان يقول لي إن الزار بدعة وخرافة وحرام. لما كنت صغيرة كان أبوي هو اللي مشط لي شعري. كان يقول لي إنه شعري يشبه شعر أمي. كنت أجلس قدامه كذا مثل ما أنا تو جالسة،
ما كان يتكلم إلا عن أمي الله يرحمها وعن حبه إلها وعن مرضها. كان يوصفها بالشمس ويستغرب كيف تنطفي الشمس والوقت بعده نهار، وكان يشبهها بالقمر ويندهش كيف القمر يسرق الظلام، وكان يقول انه لولا المعلم المخرف والجهل ما كانت امي ماتت وهي صغيره. احس بدموعه وهي تنزل على كتفي ساخنه حتى تستقر في النهايه داخل قلبي الصغير. وبعد كذا كان يغني أغنية ما سمعت في حياتي أحسن منها. كنت أدور على جواب قنعش. دم. كنت في حفلة سارة وكان علي. هذه أول مرة أعرف عنك هذا. فعلاً هي أول مرة. أجيب لك ماي تتغسل؟ لا لا، سير غير نفسي. عصا حمد، سيف حمد، انت متى خرجت من الحبس؟ هربت. يعني هم يدوروا عليك تو وتريد تخبرهم عن مكاني معك ذاك؟ هذه فرصتك، لكن ابغى اذكرك ان الوقت ما ليل وسعود ما معك علشان يشهد لك مثل ما شهدت له. قالوا لي في معلم ساكن في الخرابه.
بس ما توقعت ابدا انك تكون انت هو. انا عمري ما كنت معلم ولا مدعي غيب. رزقي من معرفتي ومعرفتي من علمي. انا كنت جاي ادور على المعلم حميد. زوجتي مريضة. مريضة واجد. نفس السالفة نفس السالفة. وانت ليش بتعب عمرك؟ سعود عنده الوصفة. سم منزوع من ناب أفعى عمية، ممزوج بدم ديك أسود، مخلوط برماد نار الشياطين. والمتهم إنسان بريء جاي عليه الدور، والمكان ذاهب، ظلمة حبس وذل قيد. بس أنا ما كنت عارف إنك هنا، أحلف لك. ليش سويت فيني كذاك يا سيف؟ أنت كنت الأقرب فيه من نفسي، كنت صديقي، كنت جاري. المهم أنك طلعت من الحبس، وهذا يريح ضميري. تعرف ليش هربت من الحبس؟ تنتقم منه؟ أبري نفسي. أنا ما أخذت العصا حتى أضربك به. بغيت أسألك وأنت تجاوب، لأني لو سمعت منك الجواب الحقيقي بحتاج لها تسندني الدوار والغثيان. لأنك مهما اعتذرت ومهما بررت الدوار بيملكني. ما شوية تشهد موت صديق. أنت اليوم قلت ولا سكت؟ ميت، ميت بعيني. أنا عارف كل هذا، بس أنا اليوم محتاج. زوجتي بتموت. أنت عارف أنا ما أقدر أجي معاك. أنت عارف. اسمع، إذا ماتت زوجتي بتكون أنت سبب. حتى تحس بالظلم اللي أنا حاس بيه. أنا أدخل الحارة في الليل، ما حد بيعرفك. في الليل نفس السالفة القديمة. سير دور غيري. أما أنا فيكفيني هذا منك. وين تريد تغرس الخنجر؟ الصدر. ما أظن ظهري أنسب لك. أنا باخذك للحارة، يعني باخذك للحارة ولو بالقوة. بالقوة لا، قول بالحيلة يمكن أصدقك. أما بالقوة أتوقف لك عصاتي هذه. أما الحيلة ما فهمتها. بتروح بعدين سوي اللي تبي. لا، ما اضمن غدرك. سيف هرب، هرب حتى قبل أن لا يتأكد من موتي. ما عرف إن الجرح اللي سبب الخنجر
كان سطحي، أما أنا فأغمى علي. كان الدوار بقوة المفاجأة، حتى الصديق قدر يطعن. ما تردد. ما رد أي شيء. هذا معناه أنه تغير. الغدر والحيلة صاروا قوة وجرأة. يعني ما بقى أحد منهم، كلهم مشتركين في الجريمة. بس اللي أبغى أعرفه، من هو حمد بن ناصر؟ وليش كلهم كانوا عليه؟ أنا اللي فهمته إنه هو الإنسان الوحيد اللي متعلم بينهم، أبو ناصر الحقيقي. ومن اقتل منهم؟ من اقتل منهم؟ سيف وسالفته انتهت لحد هنا. وسعود ما له ذكر بعد هروب من السجن. وعلي، علي ما في أي تأكيد يجرمه. أنت نسيت إن المقتول ما يقدر يكتب اسم قاتله؟ ما هذا اللي محيرني. أنا اللي محيرني أكثر شيء إنه هو ليش كان مصر أننا نقرأ الدفتر، مع أنه ما كان فيه شيء يهمنا. قصة تقليدية والصراع تقليدي ما بين الخير والشر، انقلبت فيها النهاية فقط، إن الشر انتصر. هذا ما يحل الورطة اللي نحن فيها. فجأة ينقتل أبو سالم، وفجأة نشوف نفوسنا مسجونين ننتظر الفرج. ويمكن ما يجي إلا في صورة اتهام، اتهام صريح بالقتل العمد، تكون النهاية. أنا ما بنتظر، بكسر الباب واللي يصير يصير. لحظة لحظة لحظة، احنا نسينا الورقة. افتحها، ولو اني شاك انها بتزيد الحيرة في داخلنا. أنا شاهد والأيام زمان. أنا شاهد والأيام زمان. وبقية الورقة عليها خريطة متوسطنها شجرة. يعني إيش؟ كأنه يريد يقول إن أنا ما القاتل، أنا شاهد وبس. أكيد في تكملة، أكيد. والتكملة في المكان المرسومة خريطة. بس هذا كله ما يفتح الباب. نحن مثل ما كنا محبوسين ومتهمين. يا ترى، يا ترى من بيكون؟ وبعدين ليش يدق الباب والباب مقفول من برا؟ أول مرة أشوفها. من؟ أنا زوين. عم علي هنا؟ تقدري تفتحي الباب من برا؟ العم علي، أنا باي العم علي. أبوي تعبان واجد يبكي، بغي يضرب نفسه بسكين. ما عرفت مو أسوي، خط منه السكين وحبسته في الغرفة. جيت أشوف عمي علي، هنا عمي علي. من أبوك؟ سيف. سيف؟ بس العم علي مهنة. مهنة؟ ومن أنتو؟ أنا أول مرة أشوفكم. إحنا ضيوف، إحنا ضيوف العم علي.
قال بيرجع بعد شوية لما بيجي بنخبره. ما عارفة مو أسوي، أخاف يأذي نفسه. لا طمني، ما بيصير الخير إن شاء الله. خلوه يجي على طول، ما عندي حد غيره. أجي معش؟ معي؟ بس أنا ما أعرفك. أنا سالم. رجع لأبوك، رجع لأبوك. إحنا بننتظر العم علي وبنجي معه. الباب. الباب مفتوح واحنا حراف. الباب مفتوح. إلا سالم. صوت الطبول بدأ يخف، كأن الحفل انتهى. والحيرة هي هي، الباب مفتوح لكن ما قادرين نهرب. كأن في باب غير عن الباب اللي انفتح. لا، هو جدار، جدار بارتفاع الفراغ وبعرض كل المسافات. منيت أن يكون أبوي، لكن حتى هذا ما كان. ولكن تنا، آه يا جبل الأحزان، يا مغارة التيه برسم الإنسان. قالت لي جدتي: ناقوس فوق أعالي الجبل يدق إذا ما تفشت الأخطار. دق دق يا ناقوس الأخطاء دق، أم أنك تنتظر، أم تترجى قربانا؟ فتاة الجبل ذات الخصر النحل والشعر المجدول كضفائر الشمس، سألتني: لما لا ينبت الزهر البري على قمة جبلنا؟ لو ينبت الزهر على قمة جبل يراه الغرب والأهل والشيخ والطفل ويعشق الجبل وتظهر الحقيقة. ليس جمال الزهر كل شيء، ليس أي شيء، ولكن الرائحة أن تفوح ذلك كل شيء. حملية الترجي قرع ناقوس. سمعته. لم يكن ناقوس الأخطاء، كان تذكيرا بوليمة.
الشاعر فيها مغبون، العاشق فيها مجنون، والعازفون بلاوته. إذن لابد من ضحية. فتاة رائعة الهدف تبحث عن حب، والحب أين كان؟ بخاتم الخطوبة مشنوق من عنقه. فتى رائع العقل يسأل عن حل، والحل أين كان؟ على سرير وثير يبحث عن حل. أن يدق الناقوس وتزهر قمة الجبل، ويرحل السهل إلى ملتقى مع الفلك، يعانقه فيثمر، ينجب العناق جنينا نوراني الجبين كالسلام، ويرقص الفرح على أعتاب حقيقة. أن يهطل الغيم فيمحي الآثام، وتزهر الأكتاف زهوا بماض وحاضر، أن يحبل الليل بشمس لا بقمر، ويشرق الصبح بكواكب وأقمار. دق يا ناقوس الأخطاء دق، فتاة البحر بوجه الفجر المغموس بجنب الموج، بالشعر الغامض كأسرار العمق، دقت بابي سألتني لم لا تبحر الموانئ الكبيرة للقاء الأشرعة الصغيرة في عرض الطوفان. لما لا تصبح الريح خيطا وإبرة تلملم جراح الأشرعة الحزينة؟ لما لا يكشف الموج عن سره اللؤلؤي إلا للحظ؟ أن تحضن الموانئ الكبيرة الأشرعة الصغيرة، وتغدو الريح بلسما وتفيض لآلئ البحر، أن يحدث هذا وذاك. أن تحضن الموانئ الكبيرة الأشرعة الصغيرة، وتغدو الريح بلسما وتفيض لآلئ البحر، أن يحدث هذا وذاك. فتاة الليل الحزينة كانت رائعة المرقص المعشوقة، عشقت خطيئة أنجبت بومة، وعشقت البومة خرابة. سألتني أين تكون التوبة؟ في المآتم أم في صمت الدموع أم تغربا في الذات؟ والفتى المعشاق وعدها وهجر. هو في مأتم عرس، وأهله عند الباب ينتظرون الجواب، منديلا من دم البكارة، والعريس داخل محارة ينتظر الميلاد لقمر أخضر، يبحث عن أصل لظل. كأني بالفتاة ينغمس الشوك بجفنها. أحرى بها أن تولد إيقاعاً من شعر، فاعل مفاعيل ما إيقاع الشعر. خطوها أم اهتزاز الخصر؟ باع النخاس خصرها للسكير، وأهداه السكير لابنه الصغير، يلهو به يخبئه إذا فجأته أمه تحت الحصير. دق دق يا ناقوس الأخطاء دق. أم أنك تنتظر؟ أم لابد من ضحية صبية؟ أعلق نفسي ضحية، أجدل نفسي حبا ومشنقة لخطاياي، وأنزف داخلي فيضا وأتقيأ خطاياي.
ايش هذا؟ ما هذا اللي اتفقنا عليه؟ المفروض انك تزيل حماسهم. انا تعبت، اتمنى نعرض هذه المسرحيه اليوم قبل باكر يا اخي. اما انا فتاخرت على البيت، ارجوك استاذ لو سمحت يا ريت لو نخلص الليله من وقت. وانا تاخرت على المستشفى. كلكم تاخرتوا، كلكم تريدوا تروحوا، والعرض بعد يومين. بصراحه كثره البروفات هي افقدت الحماس، صرنا نقول كلام غير احساس. وهذه هي مشكلتكم، هذه هي مهلكي لحياتي فيها. مشكله الممثلين هنا انهم صاروا يقولوا التمثيل مجرد كلام بس، لكن الاحساس عندهم شيء معدوم. عموما انا بعد تعبت. استاذ تاكد ان احنا ان شاء الله ليله العرض بنكون احسن من التو. اتمنى، واتمنى انك ما تجيني ليله العرض وتسمعني مشكله عمك المشلول هذا. انا اسف، ما كنت اقصد. كان المفروض انك تتاثر بكلامه، بعض المخرجين كذا لسانهم متبري منهم. ما هذا اللي فتر فيني؟ حاله عمي هي اللي زعلتني. ما تصوروا حالتي وانا ما اقدر انام طول الليل. اسمع صوته هو يبكي من غير ما يقول شيء، لا انا اقدر افهم هو يبغى ولا حتى زوينه زوجتي. ما أعتقد أن حالتك أصعب من حالتي. على فكرة كيف فاطمة الحين؟ العملية لازم تتم في أسرع وقت ممكن، وبكرة بتطلع نتائج الفحوصات تبين إذا كليدي تصلح لها ولا لا. تصوروا هي أقرب لي من كل الناس، وفي الآخر إذا قالوا لي إن كليتي ما تصلح لها ما أعتقد إني بقدر أعيش بعد. كيف جزء مني يرفض كلي؟ الله، أجمل تعبير، كيف الجزء يرفض الكل؟ بكرة بتطلع النتيجة، أصعب من أي امتحان وأكبر من كل التصورات. ترى قلنا لك نحن حاضرين، أنا وأحمد مستعدين، لكنك أصريت أن يتم الفحص لك وحدك، وأنك الوحيد اللي لازم تعطيها كليتك. شيء أشبه بالخيال، تخيلوا إنسان تحبه وتكون البداية ويحمل شيء غالي منك في داخل ويكون الاستمرار. استمرار بالفعل يا شباب، اللي ينقصنا هو الاستمرار. كان كل الأحداث مبتورة وكل الصلات مقطوعة، كان مجموعة أحداث وأحاديث عابرة. علي، أبو سالم، أبو ناصر. Thank you.
فاطمة. مساء النور. حال نوع الدواء يا فاطمة. آخر سعد، كأنه الليلة ما بيجي. أنا سمعتهم بيقولوا إن نتيجة الفحص كانت إيجابية، يعني بعيش شيء منه مقابل حياتي كلها. أنا فرحانة كثير. تعرفي قال لي مهري بيكون جزء منه، كان يقصد قلبه. وبعد قالوا إن العملية بعد يومين. لكنه تأخر، كنت أتمنى يسمع هذا الخبر منش. المهم إنش ترتاحي ولا تتعب كثير. هذا أنا ارتحت، تمددت على السرير، وهذا أنا نمت. لما يدخل علي سعد بيلقاني نايم، بيناديني ما بقعد، بقبض مصاخي ما بتنفس، بيخاف، بيفكرني مت، لكني بكون سمي، قلبي بيكون يخفق الحب. أنا عارفة إنه حتى ما بيحاول يتقرب مني، بيوقف بيستند على الجدار وتدمع عيني. بس قبل على يصيح بنادي باسمه، بيضحك، بضحك معاه. معقولة يكون هو؟ وليش لا؟ كل شيء جايز، كل شيء قابل للتصديق. كيف الميت يحيى وتو في الدنيا؟ هذا إذا كان مات بالفعل. فهمت قصدك، يعني نحن تخيلنا موته. أوها، مرة ثانية؟ آخ يا الخيال آخ. قبل لا ترجعوا للسالفة القديمة، أنا أحسن لي أشل شلولي وأروح. هناك في حد ينتظرني وهذا واقع، وأهم من هذا كله في حد محتاج لي وهذه حقيقة. قبل شوية كان سالم يقول إن اللي ينقصنا هو الاستمرار، كل الأحداث مبتورة وكل الصلات مقطوعة، الاستمرار هو دخل هذا المطعم. لا تقول انك بتدخل المطعم. وليش لا؟ دخلها بنفسك والله يحفظك. احمد المطعم راقي وغالي، وما ظنك مخباك اللي يكفي وجبة واحدة. بدخل عليه، بجلس على نفس طاولته وبسأله قبل لا ينطق أو يتفاجأ من هو، وبعدها يصير اللي يصير. أحمد، من انت؟
هين شفتك أنا من قبل؟ وإذا كنت هو فكيف عشت بعد ما شفناك قدامنا بعيونة تموت؟ الليلة بالذات الليلة لازم تجاوبنا. ما أظن أنك ما متفاجئ، وما أعتقد أنك بتتم ساكت كذا على طول. هي المسألة واحدة من الثنتين، يا تكون هو يا تكون واحد غيره، وفي كل الحالتين أنت عارف من تكون. علي وناصر سالم، أو على فكرة إيش هو اسمك الرابع أو حتى الخامس؟ ليش قتنا للحارة مع إنها حارة مثل كل الحواير؟ حتى البيت اللي سكناه ما هو البيت اللي كنا نحلم به. أما الدفتر فالقصة فيه عادية جدا، تقليدية، لا ومكررة بعد. تخيل، أو ليش تتخيل؟ أنت يمكن تكون عارف أن قريناها في أغلب الدفاتر القديمة وسمعناها من شيوبتنا. أما العصا فأغلب الناس هذه الأيام يستخدمونها للزينة، تعرف ليش؟ للوجاهة، للوقار. لو سمحت أنت تزعج الأستاذ بكلامك، أنت تتفضل. أنا الشاهد والأيام زمان، إيش كنت تقصد؟ والخريطة، على الأقل خبرنا لأي مكان تكون. أحمد تأخرنا. يلا